الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي ويدعو المؤسسات التمويلية لإعادة النظر في معايير الحصول على قروض ميسرة. انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني وتحديات توطين الصناعة والاستثمار الخاص تتصدر المناقشات. وفي أخبار الاقتصاد، اقتصادية قناة السويس بصدد تفعيل مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع صناعي باستثمارات 7 مليارات دولار. إلى تفاصيل نشرة الثانية من الفضائيات المصرية، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والتوترات السياسية الدولية أضافت على المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة انعكست بشكل كبير على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ. السيدات والسادة، لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. وفي كلمته أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي ودورها في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة وضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. نذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. ودعا الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، دعا المؤسسات التمويلية المتعددة الأطراف لإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء. هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من
وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. السيدات والسادة، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه، وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم. وأشار الرئيس السيسي إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت 70 مليار دولار، فضلا عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%، منوها إلى أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في أفريقيا تقدر بثلاثة تريليونات دولار حتى عام 2030. تشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%. وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030. وفي هذا الصدد تقدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 التي ترأستها مصر العام الماضي، ويأتي في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام الزميلة لمياء موافي مراسلة أخبار مصر. لمياء، إذن ضعينا في مزيد من التفاصيل حول أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة حاليا عندك في شرم الشيخ في أولى جلساته. يعني بالفعل عقب الجلسة الافتتاحية التي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد فيها كلمة عن أهمية دعم دول القارة السمراء في مواجهة التغيرات المناخية، أكد سيادته أيضا أن مصر تولي اهتماما بالغا بالبعد البيئي، حيث مصر قد أصدرت عام 2021 بديل الاستدامة البيئية وهو الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر. العديد من الوفود الإفريقية أشادوا بما قامت به مصر في مجال التحول الأخضر والحفاظ على البيئة، وقالوا أن مصر تعد نموذج يحتذى به في القارة السمراء. يعني عقب هذه الجلسة عقدت جلسة أخرى شرفها بالحضور معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وأكد على ضروره تضافر الجهود من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وقال أنه رغم أن أفريقيا ليست المسؤولة الأكبر عن ما حدث في البيئة إلى أنها يعني تتعرض لخسائر جمة وتحتاج إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار فجوة تمويلية حتى عام 2030 لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية، وأكد أيضا على ضرورة إيجاد يعني سبل جديدة أو أبواب جديدة للتمويل. تحدث رئيس الوزراء عن برنامج نوفي الذي يتبناه بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع مصر لدعم الغذاء والطاقة هنا في مصر والزراعة، وقال أن هذا البرنامج هو نموذج يحتذى به ويجب أن يكون من النماذج الناجحة في أفريقيا. الكل هنا يعني أشاد باستضافة مصر لهذه الاجتماعات والتي جاءت عقب نجاحها الكبير في اجتماعات الكوب 27، وقالوا يعني أن مصر دولة رائدة في إفريقيا، والنموذج المصري في دعم التغيرات المناخية والذي ثبت من خلال تبنيها للمؤتمر الكوب 27 وما نتج عنه من قرارات تم تنفيذها على أرض الواقع يجعلها يعني تقود الفترة القادمة العديد من المبادرات من أجل مواجهة التغيرات المناخية. كما نعلم أن أفريقيا سكان أفريقيا يعانون بصورة كبيرة حاليا من انخفاض معدل المياه، وبالتالي اصبح يعني الرقعه الزراعيه فيها انحصار في الرقعه الزراعيه،
هناك خسائر كبيرة تتعرض لها أفريقيا من فيضانات ونقص مياه، هل تكون يعود بالسلب على الاقتصاد الأفريقي؟ لذلك الأمر يتطلب دعم كبير من مؤسسات التمويل الدولية، وقد لا يستطيع بنك التنمية الأفريقي وحده أن يقوم بهذا الدعم، بل هم يحتاجون إلى كافة الشركاء الدوليين، البنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية. يجب أن تنظر إلى القارة الأفريقية بنظرة أوسع من أجل الحفاظ عليها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. نعم، لمياء موافي، مراسلة أخبار مصر من شرم الشيخ، شكرا لك. في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أعرب محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عن تطلعه لأن تثمر الاجتماعات السنوية للمجموعة عن بلورة رؤية واضحة لخريطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع القضايا والموضوعات المطروحة، داعيا إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لتعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات. القارة الإفريقية بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نتج عنه بلا شك انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وصولا الى بلوغ هدف استدامه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. ولعلكم تشاركونني الراي في ان تحقيق الطموحات التنمويه انما يؤكد على اهميه الدور المنوط بمؤسسات التمويل الاقليميه والدوليه المعنيه بقضايا التنميه داخل القاره، وعلى راسها مجموعه بنك التنميه الافريقي الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقه مستثمري القطاع الخاص. وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات سعياً إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل. وفيما يتعلق بالبعد البيئي تحديداً في القارة الإفريقية، فعلى الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالمياً إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيراً من تأثيرات التغيرات المناخية. وأوضح محافظ البنك المركزي أن القارة الإفريقية لم تكن بعيدة عن التحديات العالمية، مما يجدد أهمية دور مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها البنك الإفريقي للتنمية. إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، وبالتالي فإن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية. وهنا أود أن أؤكد أن جميع المسؤولين في مصر تتكاثف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، وهو الأمر الذي يتوافق ويتسق مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار سيادته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر عام 22 إلى أنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات. وأكد سياداته أيضا أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين. من جانب آخر، وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27، تم إطلاق عدة مبادرات تمحورت حول موضوعات تمويل المناخ والتنمية. وانطلاقا من حرص واهتمام الرئاسه المصريه للمؤتمر بتلك الموضوعات، فلقد تم تخصيص يوم ضمن برنامج اعماله لمناقشه اليات التمويل المبتكر والمختلط والادوات والسياسات الماليه لتعزيز القدره على النفاذ للتمويل، بما في ذلك مبادره الديون من اجل العمل المناخي، فضلا على اطلاق مبادره اسواق الكربون التي تحظى بدعم من الحكومات الافريقيه ومشاركه من القطاع الخاص بالقاره الافريقيه. من جانبه، أكد الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن الاحتياجات لتمويل المناخ في أفريقيا تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030،
وأوضح أدي سينا أن البنك ساهم في توفير 40% من تمويل المبادرات المناخية في العام 2022، فضلا عن إطلاق برنامج لتسريع التكيف مع التغيرات المناخية على مستوى أفريقيا. التنمية الأفريقية يلعب دوره بشكل جيد وإيجابي، فقد تجاوزنا التزاماتنا بتوفير 40% من إجمالي تمويلنا للمبادرات المناخية لتصل 45% في عام 2022، والتزمنا بنسبة 63% من إجمالي تمويل مبادرات المناخية في التكيف والتخفيف، تجاوزا للهدف العالمي البالغ 50%، وحزنا بذلك على إشادة البنك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف نقوم كما أكد الدكتور أكينومي ديسينا أن البنك الإفريقي يسعى لعمل العديد من محطات معالجة المياه حول العالم. وفي كلمته أشاد بما حققته مصر في هذا المجال، مؤكدا أن مصر اتخذت قرارا شجاعا للاتجاه نحو الطاقة المتجددة. نحن نسعى كذلك إلى إنشاء المزيد من محطات معالجات المياه في العالم، وأنا مسرور بأن على مستوى مصر لقد قمتم سيدي الرئيس باتخاذ قرارات شجاعة سمحت بالتسريع من وتيرة الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة، وهذا يظهر لنا كيف للتغيير أن يقع بسرعة متى كانت هناك إرادة حقيقية. نحن نستخدم القطاع الخاص لنقل مخاطر المناخ التي تواجه البلدان وإنزالها على مستوى الأسواق من خلال تأمين البلدان ضد الصدمات المناخية، وذلك بدعم برامج لتمويل مخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والتي تم تنفيذها بشراكة مع العديد من الجهات في إدارة المتخصصة في إدارة مخاطر المرتبطة بالكوارث المناخية. وفي كلمته أكد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن هذه الاجتماعات فرصة سانحة لتمويل التغير المناخي لتسير نحو التحول الأخضر في القارة الأفريقية، مؤكدا حاجة أفريقيا إلى تمويل من أجل التنمية، وواصفا أثار التغير المناخي على القارة الأفريقية بالمدمرة. وشدد فقيه على الضرورة الملحة للاتفاق على مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ الموقف الأفريقي المشترك الذي تم مناقشته خلال مفاوضات كوب 27، داعيا في الوقت ذاته الدول الأفريقية إلى أهمية الالتزام بالحد من مخاطر الاستثمار من أجل جذب التمويل الخارجي للقارة، وذلك من خلال مكافحة كافة أشكال الفساد والاختلاسات في الأموال العامة. لمزيد من المتابعة انضموا إلينا عبر الهاتف نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون المركزية من داخل مؤتمر شرم الشيخ. أهلا بحضرتك، وكيف ترين انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مصر للمرة الثالثة؟ نعم دكتورة نجلاء، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة نجلاء نزهي، ربما نعاود الاتصال بها مرة أخرى خلال هذه الخدمة الإخبارية. في لقاء خاص لأخبار مصر على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذه الاجتماعات تعكس الدعم الكبير من جانب البنك للمشروعات القومية في مصر، مشيرا إلى أن مصر تنوع من الأسواق المالية سواء مستثمرين أو عملات أو غيرها من الأدوات لتنوع المصادر التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. طبعا ده حدث كبير للقارة الأفريقية، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، البنك يعني بيعتبر البنك الدولي بس الأفريقي، وبالتالي وهو عنده محفظة كبيرة جدا لمصر، ومصر من المساهمين الرئيسيين في البنك، ويعني عاوز أقول أنه وجود هذا الحدث ووجود هذا الكم من الضيوف، طبعا رؤساء دول ووزراء مالية وخلافه، يعني ده شيء
دي برضو بالنسبة لنا رسالة مهمة، بالإضافة إلى أنه البنك بصراحة يعني داعم قوي لمصر في مشروعات عديدة وفي تمويلات عديدة. يمكن لو حضرتك تابعت لسه من عدة أيام أصدر ضمانة بحوالي 345 مليون دولار عشان هنصدر باندا في الأسواق الصينية، ودي أول مرة في القارة الأفريقية مش كده؟ القارة الأفريقية أن هم يصدروا ضمانة لدخول السوق المال الصيني وبالعملة غير الدولار، لأنه هنصدر باليوان مش بالدولار، فبالنسبة لهم دي أول مرة يعملوها لدولة ما عملوهاش قبل كده لأي دولة، فطبعا ده حدث مهم، وهم كانوا يعني بصراحة بالنسبة لهم حاجة جديدة. بما أنا بتحدث مع وزير المالية، ده هيسهم في الإقلال من الضغط على موضوع العملة الصعبة خاصة الدولار يعني؟ هو إحنا في وزارة المالية هدفنا أنه ننوع من الأسواق المالية ومن الأدوات اللي أنا بمول بيها ومن العملات اللي أنا بمول بيها ومن المستثمرين اللي أنا بمول من خلالهم، فدي هتساهم في هذا الأمر. ليه؟ لأنك رايح سوق المال الصيني مش رايح أسواق المعتادة لمستثمرين صينيين تحديدا. أيضا عملة مختلفة، احنا ما عملناش أصدرنا باليوان، أصدرنا بالين من حوالي سنة، أصدرنا بالين 500 مليون دولار مقابل بتاعهم بالين. فبالنسبة لنا تنويع المصادر، وده العالم كله متجه لكده، انه يبقى في عملات مختلفة، يعني ما يبقاش عملة واحدة او اتنين هم المسيطرين. فده بالنسبة لنا ده مهم، واحنا متبنين في وزارة المالية هذا. احنا لينا معاملات مع الصين ولينا معاملات مع الهند ولينا معاملات مع ده، وبالتالي فيعني كله دلوقتي بقى عنده استعداد ان يبقى يعني في نوع من التعامل بعملات مختلفة. وعودة إلى فعاليات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مصر، المزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون المركزية من داخل المؤتمر في شرم الشيخ. دكتورة نجلاء، يعني محافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله أوضح خلال كلمته أن هذه الاجتماعات ربما يمكن أن تؤدي إلى بلورة رؤية خاصة وبوضع خارطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع القضايا والموضوعات المطروحة. ما السبيل إلى ذلك برأيك؟ مساء الخير. أولاً أرحب بالتلفزيون المصري وأرحب بحضراتكم. طبعا مؤتمر شرم الشيخ يعتبر نقله نوعيه في التفكير في ناحيه استراتيجيه مجتمعه نحو افريقيا وتعدد وسائل التمويل، وهذا المؤتمر يحتل مرتبه خاصه في ظل تواجد السيد رئيس الجمهوريه في الافتتاح، وهو ما ينعكس على اهميه افريقيا لينا، مش أهمية أفريقيا أو أهمية مصر كدولة أفريقية على المستوى العالمي. نعم. وأهمية القارة الأفريقية. أنت عارف حضرتك أن الظروف الاقتصادية والجيو سياسية اللي بيمر بيها العالم أثر، وبالذات الظروف المناخية أثرت تأثير جامد على الدول الأفريقية. فعلى أكثر حاجة أن هي الظروف المناخية دي تسببت في تشييد اكثر من نصف مليار افريقي، وقللت من انتاجيه الارض الزراعيه باكثر من 34%، وفي احتياجات تمويليه كبيره جدا للقاره الافريقيه، مش بس علشان نعالج المشاكل الناجمه عن الصدمات او ما ممكن ان نقول هي صدمه او صدمتين، هي عدد كبير من الصدمات المتمثلة في التعافي من وقت كورونا، الاختلافات السياسية، التضخم ودورة البنوك المركزية العالمية في زيادة رفع أسعار الفائدة العالمية. نعم. الذي ينعكس انعكاس تام على الدول الأفريقية وعلى تكلفة اقتراضها لتحقيق التنمية المستدامة للقارة. دي كل الحاجات دي كلها مجتمعة تتعين أن يكون
هناك كلمة موحدة للقارة الأفريقية، استراتيجية موحدة لكيفية الوصول إلى أهداف التنمية الاقتصادية التي ننشدها ووفقا للمبادرة التي نقول أفريقيا التي نريدها. نعم. جاء هذا المؤتمر في خضم هذه الأحداث على المستوى العالمي، وبذلك هو كان نقطة أو يمثل نقطة أمان أو الصوت الموحد لأفريقيا، بحيث إن إحنا نبتدي نلبي احتياجات القارة. القارة هناك ظلم وقع على القارة، هناك مساهمتها في الانبعاث الكربوني هو فقط 3%، غير أن المضار التي وقعت عليها نتيجة الانبعاثات الكربونية والمناخية لا تقدر بما. فهناك الاحتياج إلى وقفة، تجميع الآراء، توحيد الاستراتيجيات، الانطلاق من نقطة واحدة نحو أفريقيا التي تريد. طيب دكتورة نجلاء، ماذا عن دور بنك التنمية الأفريقي في دعم دول القارة في مواجهة الشروط الصعبة في كثير من الأحيان الخاصة بالجهات التمويل الدولية إذا ما تصدت لمنح القروض والمنح للاستثمارات في هذه الدول؟ أعتقد أن بنك التنمية له دور مهم جدا في هذه النقطة بالذات. أولا، بنك التنمية هو بنك يحتوي على تصنيف ائتماني عالي من أعلى المستويات، وهو بذلك يساعده في الاقتراض بتكلفة أقل، ويسهم ويساعد في تمويل أو توفير القروض الميسرة للدول الأفريقية. لأن القروض حاليا هي أصبحت تكلفة عالية على الدول الأفريقية، بما لا يسمح لها أن تسهم في أهداف تنميتها، حيث أن تكلفة القروض وخدمة الدين أصبحت تأكل صحيح كبيرة من إيرادات موازنة الدول الأفريقية. نعم. وبالتالي لا تترك لها أي هامش للتعامل والتفاعل مع أهداف التنمية المنشودة. ولذلك فبنك التنمية الأفريقي من المؤسسات التي تسهم في مساندة الدول الأفريقية في توفير التمويل الميسر لها، بحيث يسندها ويسهم في تحقيق أهدافها التنموية. شكرا جزيلا دكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون المركزية، كنت معنا عبر الهاتف من شرم الشيخ حيث مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وفي لقاء خاص آخر لأخبار مصر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المشكلات الخاصة بقضية المناخ سيتم حلها من خلال المبادرة الإفريقية للتكيف التي تم تفعيلها من قبل مصر بعد الحشد الأوروبي والإفريقي لها قبل قمة المناخ كوب 28. نحن هنروح كوب 28، احتياجات القارة الأفريقية في موضوع التكيف والموضوعات الخاصة بالخسائر والأضرار، موضوعات الكوارث البيئية، فيضانات، الجفاف وما إلى آخره، والتصحر، هتبقى موجودة على أجندة كوب 28، لأن كوب 28 هيناقش حاجة اسمها الهدف العالمي للتكيف، فأفريقيا هيبقى لها مكانها. فما زالت مصر إلى وقتنا الحالي طلعت بكوب 27 بمكاسب للقارة الأفريقية، بتناقش ده في الجلسات بتاعة البنك المركزي مع بنك التنمية الأفريقي والتكيف في أفريقيا، وما هي الاحتياجات وإيه مصادر التمويل. فأعتقد أن الاجتماعات بتاعة البنك المركزي في هذا الوقت هي محطة ما بين كوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ وكوب 28 اللي بقى في الإمارات. أن مسألة التفاوض في أي مؤتمر للمناخ ما بتخلص في وقتها، لازم بيتمد يوم أو يومين، والكلام ده من أول ما عقدنا مؤتمر باريس في 2015. اتنين، المكتسب اللي خدناه من المؤتمر بتاع كوب 27 هو صندوق الخسائر والأضرار وتشكيل لجنة لتشكيل شكل الصندوق والحوكمة. اللجنة فعلا اجتمعت في الأقصر في شهر فبراير الماضي وتم تشكيلها، وهتضع المقترحات بتاعتها لكوب 28.
مرحبا من جديد. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية تزامنا مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر تنفيذها عدة أيام. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته. كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما ناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة. بدأت ثانية جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصرية، كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين موضوعا بعنوان تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات. يشار إلى أن أولى جلسات المحور الاقتصادي الذي يضم 8 لجان فرعية ناقشت في لجنة السياحة الثلاثاء الماضي على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مركز القاهرة للمؤتمرات الزميل محمود يوسف مراسل أخبار مصر. محمود، ما أبرز الموضوعات إذن التي تناولتها جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حتى الآن؟ بداية أهلا بك دكتور خالد وأهلا بك السادة المشاهدين. نتحدث بداية ونحن نتحدث عن أكثر من جلسة، الجلسة الأولى وهي الأهم هي جلسة الاستثمار الفرص والتحديات، وكان الحديث والمناقشات مثمرة حول مسألة الاستثمار، ماذا نريد من الفترة القادمة من الاقتصاد المصري، هل هناك هوية اقتصادية فيما يتعلق بما نريده في السنوات القادمة، استراتيجية أساسية للصناعة فيما يتعلق بالجلسة الثانية، وبالتحديد ونحن نتحدث عن هذه الموضوعات كان هناك لفيف كبير من رجال الصناعة وأيضا أعضاء مجلس النواب والمهتمين سواء بالاستثمار او بالصناعه في الجلستين، وتابعنا الجلستين من خلال وجودنا هنا. جلسه الاستثمار بالتحديد كانت بعض شكاوى المستثمرين فيما يتعلق هو الاهتمام بالمستثمر الداخلي اكثر، المستثمر الخارجي اكثر من الداخلي، وايضا فيما يتعلق بالضرائب والرسوم انها تصل الضرائب الى 22% وقد تصل بالرسوم الى 50%. فكره التحفيز وفكره الرخصه الذهبيه لم توضع على الارض بالفعل، هم يروا ان هذه الجزئيات لابد
أن يتم حلها في الفترة القادمة لجعل المستثمر المحلي يثق في أيضا الاقتصاد المصري أكثر حتى من المستثمر الأجنبي. قد نحتاج بالفعل إلى فكرة وجود النوهاو أو التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالصناعة، ونحتاج للمستثمر الأجنبي ونحتاج إلى ضخ الدولارات، ولكن المستثمر الأجنبي هو الداخلي هو رمانة الميزان فيما يتعلق بتحفيز ده وكمان التسويق للاقتصاد المصري. أما فيما يتعلق بالصناعة فكانت هناك بعض الشكاوى فيما يتعلق بالتراخيص، فيما يتعلق بالأراضي المرفقة الصناعية، فكرة أن يكون المستثمر وحده بالتعامل مع الجهات الحكومية وبالتحديد يأخذ الكثير من الوقت إذا قارنا ذلك بعدد من الدول في المنطقة، وبالتالي المناقشات كانت مثمرة. كان هناك عدة بنود نتحدث منها، استراتيجية فيما يتعلق بالصناعة لمدة 10 سنوات، حل موضوعات السياسة المالية والنقدية لأنها تمثل مشكلة بالنسبة للمستثمر في حساب رأس ماله وفي حساب أرباحه، وبالتالي كيفية أن يكون موجودا أو متواجدا في السوق في السنوات القادمة مع هذه التغيرات في السياسة المالية والنقدية. وكانت مناقشات مثمرة في هذا الموضوع، وكانت أيضا هناك بعض الأجزاء فيما يتعلق بفجوة الاستثمار أو ما يقال من الجهات الحكومية وما يتم على الأرض من خلال من هم يكونون في تعامل مباشر مع المستثمر سواء داخلي أو خارجي، وبالتالي كمان هم شايفين في تفضيلية المستثمر الأجنبي، المستثمر في مصر شايف أن هي تفضيلية المستثمر الأجنبي عن المصري، وبالفعل يفهم هذه التفضيلية ولكن يراها أكثر من اللازم ويرى أنه يبذل مجهودا أكبر وبالتالي على الدولة أن تدعمه. كمان في كان حديث عن منع تصدير الخامات في الفترة القادمة لاستهلاكها داخل أو عمل عليها أيضا عمليات صناعية وبالتالي بيعها بأكثر من الرقم الذي تباع به كخامة. كمان هناك ثقافة العمل فيما يتعلق بالجهات الحكومية في التعامل مع المستثمر وما يريد المستثمر، والفكر الجديد الذي تراه الحكومة بالفعل لا يطبق على الأرض. أما فيما يتعلق أيضا بالصناعة ولكن هناك يمكن اتفقت الحوارات في الاستثمار والصناعة على نفس الحوارات، ولكن الاختلاف أن الاستثمار هو قد يكون زراعي أو صناعي أو خدمي، ولكن بالنسبة للصناعة كان يتحدث عن مشاكل الصناعة فيما يتعلق بالخامات ومستلزمات الإنتاج ويجب الإفراج عنها فورا خصوصا في هذه الفترة بالتحديد وتأجيل أي رسوم إلى فترة قادمة. كانت هذه يمكن أهم المناقشات اليوم. هناك جلستين أيضا بعد قليل انتهت الجلستين الأولين فيما يتعلق بالاستثمار والصناعة، وهناك أيضا جلستين هناك عدد آخر من المتحدثين سيدلي على هذه المعلومات والتفاصيل. تواصل المعابر الحدودية بين مصر والسودان استقبال المئات من الأشقاء السودانيين، ويجيء ذلك في ظل تيسيرات كبيرة من جهة الدولة كافة ومؤسسات المجتمع المدني أيضا. ولمزيد من التفاصيل والمتابعة انضم إلينا مباشرة من عند معبر قسطل الحدودي مراسلنا أشرف مبارك. أشرف أهلا بك وأطلعنا على تفاصيل المشهد لديك الآن حول آخر حصيلة للقادمين من السودان وأيضا حركة التجارة في المعبر. بالفعل آخر حصيلة وصلت حتى الآن يمكن وصل الأرض المصرية نحو 145,000 من الإخوة السودانيين، هذا بخلاف الجنسيات الأخرى التي وصلت إلى الأرض المصرية. بنحدث أيضا عن 10,000 طالب وصلوا إلى الأراضي المصرية كانوا يدرسون في الدولة السودانية. هناك يمكن 85,000 وصلوا عبر معبر أركين، يمكن 85,000 وصلوا عبر معبر قسطل، والبقية جاءت عبر معبر يمكن أركين الحدودي. حدث أيضا عن إجراءات تتم على أرض الواقع. محافظة أسوان قامت بالعديد من القوافل الطبية داخل مركز إدفو ومركز دراو، وقامت بالكشف عن نحو 3,000 شخص من الإخوة السودانيين داخل هذه المستشفيات بمركز إدفو ودراو. وأيضا كان هناك العديد من القوافل الغذائية التي تقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل حي الصداقة القديم والجديد بمحافظة أسوان، بالإضافة أيضا إلى القوافل التموينية والسلع الغذائية في أيضا مركزي إدفو ودراو. على الأرض أيضا وصلت للتو العديد من الحافلات التي تقل المئات من الإخوة السودانيين عبر معدية قسطل القادمة من معبر قسطل باتجاه منطقة أبو سمبل.
يعني هذه الحفلات يعني جاءت بالمئات من الأشقاء السودانيين الذين وصلوا كما أشرت لي التو للأراضي المصرية. هم في استراحة قصيرة، بعدها سوف يتوجهون إلى منطقة وادي كركر وهو موقف دولي تنتهي فيه هذه الحفلات، وسوف يتم أيضا تقديم كافة الخدمات الإنسانية للإخوة السودانيين. يمكن أبرز ما يقدم للأشقاء السودانيين في موقف كركر الدولي هو تقديم العديد من الوجبات الدافئة والمياه الباردة عن طريق مطبخ متكامل وفرته محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة أسوان. أيضا هناك لا يزال الهلال الأحمر المصري يقدم جميع خدماته للأشقاء السودانيين في المعابر الحدودية سواء في معبر أركين أو معبر قسطل الحدوديين. يعني هناك لا يزال الدعم النفسي هو الدعم الأبرز المقدم للأطفال، خاصة يعني الأطفال السودانيين لما شاهدوه من ويلات الحرب داخل الأراضي السودانية وما شاهدوه من رعب وعنف داخل بعض الولايات، خاصة ولاية الخرطوم ويعني بعض المناطق مثل ولاية منطقة أم درمان وولاية بحري. يعني هي يعني جميع من جاءوا من هذه الولايات يعني تعرضوا لمشكلات كبيرة، والأطفال في هذه المناطق تعرضوا لمشكلات نفسية، لذا نعم. كان على عاتق الهلال الأحمر المصري تقديم مثل هذا الدعم النفسي للأشقاء السودانيين. شكرا جزيلا على هذه المتابعة. أشرف مبارك مراسل أخبار مصر كان معنا مباشرة من معبر قسطل الحدودي. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم معارك في الضواحي الشمالية، وذلك بعد وقت قصير من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وقال سكان في الخرطوم إن طائرات مقاتلة حلقت في مناطق من المدينة، كما سمع دوي أصوات إطلاق نار في أم درمان وبحري. كان اتفاق لوقف إطلاق نار مدته أسبوع قد دخل حيز التنفيذ مساء أمس الاثنين بهدف السماح بإيصال المساعدات، وتعد هذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميا بعد إجراء مفاوضات. ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات جدة. مرحبا بكم مشاهدينا وأخبار المال والأعمال لنشرة الثانية. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين العرب والأفراد المحليين والأجانب. وزاد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 1.1% ليصل إلى مستوى 16775 نقطة. كذلك صعد المؤشران EGX70 وEGX100 بنحو 1.7% و1.2% على التوالي. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين قرب تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة انرجي تشاينا الصينية العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لإنشاء مجمع صناعي للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل منطقة السخنة المتكاملة باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار. جاء ذلك عقب لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين ومسؤولي الشركة بمقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين في إطار الجولة الترويجية والمباحثات التي يقوم بها وفد اقتصادي من قناة السويس لبحث سبل التعاون مع الشركات الصينية في العديد من القطاعات الصناعية. على صعيد آخر، شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية والمنعقد في العاصمة وارسو بحضور شركات بولندية عاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر. وقالت المنطقة الاقتصادية أن تلك المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والشركاء في مختلف دول العالم، واستكمالا للجهود الترويجية للهيئة ضمن استراتيجيتها الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الاستثمارية المستهدفة، خاصة قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. طلب رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق ممولي المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع
الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، وذلك حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن. وقال توفيق إنه تم تطبيق المرحلة الرابعة للمنظومة في 15 من إبريل الماضي، مؤكدا حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة. ختام ثانية، وإذا هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، ويدعو المؤسسات التمويلية لإعادة النظر في معايير الدول للحصول على قروض ميسرة. انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني وتحديات توطين الصناعة والاستثمار الخاص تتصدر المناقشات. ويمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر نسبيرو.إيجي. شكرا وإلى اللقاء.